نبأ تلاتة قد، ومن بعد ما شرفتونا وخدنا أجازة دي أحلى أوقات. مين كان يتخيل كل ده يحصل يوم، والفرحة هتكمل سنة ورا سنة مع بعض ومهما يكون. وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة أهو سقفة، مين قال التالتة تبقى تالتة لسه أحلى سنين قدام. وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى وقفة، والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا تحول أفلام. سمعتهم، بعثت لهم كل واحد من اللي جوا الاولاد والبنات
بعت لهم كوارب قلت لهم اكتبوا ليش تحبوا، بعثوا لي قلبي وجعني، تعبين خدموا ما صار لهم مش كونتراتويتهم، مظلومين. بعت لهم لكن قلت لهم الناس الكل راني جبري اكسيون مش نعمل كل شيء واضحة، يجوني في السيفي بتاع العبيد انونيم كل باك انونيم، والارقام تبقى عند النقابة والاسامي تبقى عند النقابة، وانا دي سي لو 28 نحل لكم المشكلة هذه. كانت رجال ولا مش كانت رجال؟ 95% منهم يروحوا اكثر من بعث لهم شوكولاتة زاد. يقعدوا لي البارح كلكو زال هنا كلكو زال هنا اللي انا عارفة علاش قاعدين غادي. دونك انا اليوم نحب نسالكم الناس الكل، تحبوا تنسى تنجح ولا لا؟ تحبوا تنسى تنجح وعائلتكم يبقوا لاباس وتخدموا على روحكم ولا لا؟ مالا انا السياج هذايا ما عادش نحب حتى غريبي بيتي لهنا. احنا في I'm not sure if I picture and I can't.
هذا قبل الكورونا. مالا في زمن الكورونا شنو باش تعمل؟ واجهت شركة الخطوط التونسية انتقادات كبيرة مؤخراً بسبب التأخير المتكرر في عدد من الرحلات وسوء الخدمات على متن بعض الطائرات، إلى جانب تكرر حالات سرقة الأمتعة بعض المسافرين. نقاط خلات القائمين على الشركة يبحثوا في الحلول لمجابهة الصعوبات اللي تمر بها أعرق شركة طيران في تونس. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التأخير المتكرر؟ في الواقع صحيح، احنا عشنا ساعة الذرو 2017، يعني عدة تأخيرات على مستوى الرحلات. هذا شيء يعني ما ننكروش، هذا عشناه، ونحب يعني باسمي باسم الخطوط التونسية نعتذروا رسميا للناس اللي تقلقوا واللي عشنا معاهم يعني ساعات يعني كانت جد حرجة. بالأساس ثم عدة عناصر يعني كانت متواجدة اللي خلات يعني تفاقم الرحلات يعني يفوت العدد I'm going to go to the hospital.
تم الجر عنه يعني انه يطير يا طيار يطير يا طيار حاسيلو هذي فيديو واحد اخر على تونسير اللي هي شركة كل التونسيين. الفيديو هذي نهديه للي يحبني وللي ما يحبنيش، وللي يحترمني وللي ما يحترمنيش، وللي يفهمني وللي ما يفهمنيش، وللي شاف وللي ما شافش. وتحية تونس ومشروع تونسية النقلة النوعية الحقيقية، وان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادر ما يتبنى عالجمر والحياة ما يدير جي كوستا دي غنية اسمها يا طيارة، مواطن تونسي عبر على فنان. يسكن لجبال السلام عليكم العالية وبعادة. النادر ما يتبنى الجامرة والحياة ما يدير حد وسادة. الرجل ما يسكن بلاد القارة، يسكن لجبال العالية العالية وبعادة.
عيني غراب. راس عينك يا صاحبي عديت حياتي كل سنة وقتش نحرق لحمود وقتش نركب الطيارة وقتش نمشي منعود نخرج ونهش ونعيش حياتي كيما عيش الناس فلوس مالي خلي بالي نعدي حياتي في الكياس موني ساخ راسو فيني ديه خمر الأوراق نعيش كلية ولا غادي ربي وحده رزاق نكتب في أوراق راني مقطع خير من قطع العروض ندير الفوق في الطيارة خير من نموت أنا مشلول عيب الخيلة وحدك تعرف قداش عانيت قداش بيت قداش من مرة فيها بيت قداش من عام تعدى عذاب حسبوها عليا عقول انزل في بلاد الروم يتعدى احسن لبلادي مول نحلم كيف ولاد بلادي كيفاش نخلي بلادي صعب حياتي باش تتبدل ولا هوني كيما غادي يلا يا طيارة طير عدي بيا الحدود الدمعة طول الوقت تجيح وتقعد راس على خدود فكرت ناسي ومالي واشتقت المجمع لحبالي يا طيارة ديري بيا يا صافي من غير أصحاب يا طيارة خذي طلعتك طلعتك في الصحابي دير وزن حتى حتى اللي فات علي مكتب شديت من غربة اوكي عندك الحق تقول فتيت لكن ترجع صاحبي يصير باش نقول شفيني جيت شوف البطالة واللي فرق تجارة باش ناخد لي فلوم شوف نصابة على الكياس خطارة لقمة مرة حرام ممكن توحشت العيلة اخواتك امك وابوك اما الحومة واللي فيها في الدمار زي قولك